بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكل إحدى سديدات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. وحبابي هاي فضل أوليها زهدي فضل وكجرة في الدنيا دونك لغا زاهدو يو الحث عرابي لسكو عرابي لسكو ترترسيو على التقلل منها الدنيا إلا إسكي يريون لسكو بذنين وفضل الفقر يو فقرغا فضل كجرة. الزهد معاني بضن يتعارف بضن بيسالف في علماء وكشيغين معاني هذا نوحاوي الدنيا ذو هذي أدو كعرس فقر بالله إلى هذا إذا كوكوس أردي سادونا كعررتنا زهد بالله إلى هذا مرك الله سوى قابية معناها زهد وروحاوي قلبي هذا ينية ذا وين سا الدنيا ذو كوينين همي هذا هي واحد كفكر يسي كوين قلبي هذا وإن آخر أي نقطة الدنيا وإن قلبي هذا كوين أنين هذه قرن آت فلا تجيري سفيان الثوري بقى لو يدي ما هو الزهد فقال وحول قصر الأمل وارتقاب الموت قصر الأمل وارتقاب الموت هو ذا ذي هنك هذا الدنيا توقع بسطه ودمل لو كفكرته جيرنا آت فلا تهدي جور آت كورنيس قصر الأمل وارتقاب الموت. الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يا تعريف كشة الزهد في كتابه مجموع الفتاوى ابن قيم نوحوري في مدارج السالكين وأحسن عبارة وتعريف في الزهد والورع وذلك ابن كمال الباشا يحنفي على الصدق الويلي شيخ الإسلام حوري زهد وحوي ترك ما لا ينفع في الآخرة ضابط كاس زهد كما بحو ترك ما لا ينفع في الآخرة أدونك يفك أنت تجوكتو وحكا ستون آخرة وحبكو ترين وتكفقات وتكريرات زهد الليل هذا حبها تصمين اللي إمانيسو والقيمين شيء كان هذا ضمان تصميسه آخر وحمك ترى يا مسمية جوابته حين قلت وحبك ما تريه كف جو إسكتك هذا هو الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة آخر وحن حسن أكون نقرين ميزانك كل علي سنين وحكو ترين ودأدونك كف جات إسكتك يا راتو وقت كوب حنين أي زهد الليل هذا ورعنا شيخ حوري وترك ما يخاف ضرره في الآخرة ترك ما يخاف ضرره في الآخرة وحات كبقيس آخرين ودب كوجيس وتكفقاتنا ورع بالليل هذا وحن وحبك ترين آخرات كتكتنا الزهد بالليل هذا زهد هذا إن أتفانتين بيلت هاي أحمد بن حنبل بأصو حوري زهد وواسط حقيبود زهد العوام زهد الخواص يزهد العارفين بالله من أحوال قلوبها شافع وحور أحمد بن الضبق قاليو كان إماما في ثمانية فن وعلم بول سديد علمي أي إمام كؤها ومنها علم السلوك والأدب أحوال القلوب زهديات كمقامات العارفين أسرار العارفين هير سرو كؤها فقه بس حديث بس أني قاني ما هي يعقيده كليه إلهي سيد اللي يقول دو هذا يقلوب تحنوصا سيد اللي يداوي يا آخرة سيد اللي وقف فكرة الدنيا إفنا لسكا أرشو أن يقف عنا وحولي مرك علم زود العوام وام عامد الزهد قيد وام ترك الحرام عامد الزهد قيد وحوي حرام تولا قطقو نك عامي زود حوي قنا حرام تو كفو قد الزنا ذا بنت حنت حولها ضدك حق الناس كو اسكير وقف عنا وهذا زهد العوام زهد الخواص محولي وترك الفضول في الحلال ترك الفضول من الحلال
هذا هو زهد الخواص علماء زهد هذا يفق هذا وأوين زهد ودوام حي ترك الفضول من الحلال حلاش ديرات كا إن باهبنا كوه إنه تكتكتو قلت اليوم عشاء وقدر هيستا حقوق اسكوك آدنت هاي الدنيا ذا بدن حلاش تصير هاي سوسكا قابسته يا حل إذا زهد الخواص ترك الفضول من الحلال وام حي زهد العارفين بالله احمد وحير زهد العارفين بالله وام حي وترك كل ما يشغلك عن الله سبحانه وتعالى ترك كل ما يشغلك عن الله سبحانه وتعالى شيء والبو الهي كان مشغولين او كهولين يا او كل وقت انت كوكين وقت كا قادن هيو كمشغول لي اسكا باتك الله كا هولين يا كان مشغول لي زهد الخواص زهد العوام زهد خواص الخواص وزهد العارفين بالله ان منك الله يقاننا احمد سيداس الشيغا المهم زهدو وحي حسن البصري غير كبير ما ان لحضو مرق اللفسن او عرعرسن او سو دوبنتي ما عنتق اللفسن يابس الا اسكو دلو ما ان لقبيسن وايو لسنديف ويتمه راميستان وان جرتو غشو ودن دحس دبا دغتو زهدو وا مخاي الدنيا بدن بعد هيستي دي وان قلبك هذا يسكو وينانين زهد هذا هو الزهد مره الدنيا وقلبك هذا كو وينين وحوك اكتاده كما مال بعد بحنا صدق في سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بقول مليان الا باتن مليان اكتاده وحي كتا شيل لاد بحس شيل يرد ديبتي مالك تهشنا والى بعد حمد مالك هذا وين وحوليس كو وايس ما جرو لكن وانا سكنا هاي باشي ما ميشن دكتي باشي ما ميشن دكتي مالك حقوق جيب كأنه كتشره وأنه فرح سنعي شاه سفع اللعب والله شاكين والله منقحي حاوي هو شوي كلا دقنت هاي صلاة سفع عن باللوق هذه سفع عن باق عنت لسوق القيلي حبت كان لإزقالين جيب كمركو بوق كتشرنا ها ودوك تيين هاو شاكرته والبهار بريهم بضع يوقع سنبال والحقن حالات هذا ما دقنو اسكما ادنو لمبرو واخلدين هذا الكاظو ما توصنو تام عن دوام حي قلبي انا محاكوي حب الدنيا حب الدنيا صدرت جماعه من السلف من الصحابه مليونير بها هايين ومع ذلك اكتو ادويو قيمه كمال هاي وحبحيها دي اللي هذا وحيايون ربي ديبيين يا دوغو سو تكت عروتي محستي الهي بانا دوغو سو تكي وحي كو هيسو ما جرا ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لكن هذا باش هلك هذا كو انتهي سيدي اوديغو الصوماليات اي قران كان لوغو تغي الين وخ بخي اي يدي اي كادي هورتا نيس دي قلبت اي سو نقضا ان ان قران كبخي هورتا وان ان قلبي كدا دعي هورتا نفتي اي امنتو هل عقت وات وات هيسا اكون كو بخا خانه دوتا كسي جيدي وحول هورتا سو ان نيس تكما هوريسو نفط وين كدا دعيو شركي هو امنو ما انت ان قران بخيو ما فهمت هذا غرب ان كشغي اودغا اسغا كلغي با سدا كلغي ما 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 وانا ما كنت عليو نما كنت تيمت باشان اسكا فوتشيا باشان ماركتي اسكا فوتشيا زودك وا انت واخ كلام با قال الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إلهي سبحانه وتعالى تصال عقلية وحسية أيو إن غسين يا الدنيا حمان تذي يلي نان تذي يسيس وحو أغو في اللين أو يطاي هوس قلبيت يدان تبا قال لي بله نغسينا إنما مثل الحياة الدنيا الدنيا ذا سوكي أما الدنيا ذا نولوشي ذو تصالحه ذو وحاوة يسفة إنما مثل الحياة إنما صفة الحياة الدنيا نولوشن الدنيا ذو تلمان تذو يتصالحه ذو وحاوة كماء روبو كالي بيو كالي أنزل له من السماء عركة أن نكسو الدجيني فاختلط واسكدر مضي به بسبب الماء به روب كدرتي وحاسكدر مضي نبات الارض دول كان نغار كيسي ايو وحي كسو بحاي
roob markuu daada waa aragtay. Anaga hadda kor soo sheegnay saddex sirood baa jirta: sir culumo, sir haween, iyo sir dhuleed. Sir dhuleed ma garanaysaa? Sirta haween waan eedo, in badan baa lagu eedeeyay, telefoonna badan baa soo dhacay, laakiin anu ma dhihina waa la dhihi jiray. Almuhim, markuu roobku ku doo dhulka, haddana wax doog baa ka soo bixi. Dhulka foosha xumaa ee madoobaa ee hiilku ka muuqday wuxuu noqonayaa meel cagaaran oo ishu qabato, ishu ku doogsato oo lagu nastu noqonaya. Nabaatul ardiga dee mimaa yaakulu nnaas, dadku waxay quutaan ah badarkii beertii, walancaamu xooluhu calfadaana daaqi iyo doogi. Xataa idaa akhaatay lardu zukhrafaha, dhulku markuu qaatay quruxdiisii u qaatay, bimacnaa markuu qurudhibcantay dhirta u baxday oo dalagu baxay oo beertu baxday oy baaladu saa u dhacayso, shimbirku degahayo iyo dabayshu saa u marayso, hadiishuu saabayaa ku daya xaaladda. Xataa idaa akhaatay lardu zukhrufaha ay zahrataha, zukhrufku wax lagu qurxiyaa la yidhaahdaa zakhaarifta, markay dhulku u qaatay bilicisu u qaatay oo dhul ishu qabato u noqday, wazayanat watazayanat bay asalkeeda, oy isqurxisay qurxsanaatay, oo wadanna ay u qaateen ahluha adduunyada ay nimankii beeraha abuurtay ama xoolaha dhaqanayay, annahum ayagu qaadiruuna calayha, inay goosanayaan, annahum qaadiruuna calayha ay calaa thamaratiha wa calaa xasaadiha, waxay iska dhaadhiciyeen. Markii gaalkii soo yidhi ma filahayo in hawshaani wax iska bedelahaya, haddii aakhara lii ceeyana daaraaba ka sii dar, adduunka ninku ku fiican ee maaldheer maalqabeen ku ee ku ladan iyo aakharna ku dhufleen buu iska dhaadhiciyey dabaalnimadkiisii. Oo wadanna ay moodan ahluha adduunyada, dadkii danaynayay, annahum ayagu qaadiruuna, inay awoodaan, calayha ay calaa dheefsigeeda weeye, iyo inay nacfistaan oy goostaan oy beertan bakaar ka dhigtaan oo xoolahan ka dhashadaan. Ataha, waxaa u yimid adduunya iyo hawlaheedii, amruna ciqaabtayadi, hamadayaa ku fadhiisanaya, baraf baa ku fadhiisanaya, dabbaaba qabsanaya, duufaan baa lagu saydeenaya, laylan habeennimo aw nahar ama dharaarnimo. Fajacalnaha, waxaan adduunya ka yeelay iyo quruxdeedii, xasiidan ay maxsuuda, mid la gooyo oo la bal jeeday. Faciil bimacnaa mafcuul weeye huna. Idan wixii taagnaa ee quruxsanaa ee saa isku hal marba lagu kala tagahaya, cul ilaahay baa galay, ciidan ilaahay baa galay. Kaan lam taqna, ay kaan lam takun bilams, shalayba inaysan jirin oo meeshan bilic iyo il quruxsan iyo tigaad iyo nagaad iyo doog iyo daaqsan aysan ku oolin babad moodaaba weligeedba uusan wanaag lagu. Kadaalika, sidaas aa idiin soo sheegnay baanu fasul aayaad, aayadaha rabbi ku tusahay u cadaynaawe, kullu maa yadullu cala allahi subxaanahu watacaala wa calaa qudratihi baa aayad la yidhaahda, waa daliil juz'i oo wax kasta ku tusahaya. Way dhacdaa weeye, wayna iman. Liqowmin, qoli aan u cadaynaa, wax ku qaadanaya, yatafakkaruuna, fikiro oo maankooda iyo maskaxdooda iyo caqligooda la tashado xaqiiqada runta agarta, hooskan iyo hawadan aan ku dagmin, biyaha iyo adduunyada ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan buu isku matalaa qur-aanka. Soo noqnoqotaa, wayba soo noqon doontaa. Culimmadu waxay yidhaahdaan biyo iyo adduunyo in badan waxaa laiskugu shabahaa 10 munaasabaa ka dhexaysay dheen, way tiriyeen culimmadu, culamaau azuhd waalraqaa'iq, culamaau suluuk waaladab wasuluukiyaad aad bay uga hadleen. Dhowr xikmo kaliya aan iga soo qabto, waxay yidhaahdeen waxaa ka dhexeeya adduunyada iyo biyuhu waxaa ka dhexeeya dhowr munaasabo. Kow waxaa ka biyo inta yaryihiin bay ku anfacaan, hadday bataanna dadkay halligaan samoolo socotaan, biyuhu xuguu baahidada ka badan hadday noqdaan, way adduunka rogayaan. Roobku markuu doo, hadduu baahideenna ka bato, guryuhu dumin oo beertibuu la kici oo farquu jeexi, laagu jeexi guri, webigii baa fatihi, gurmada iyo biyxidheen baa lagu waalanhaya. Biyuhu hadday baahidada ka bataan waa halaag iyo baaba. Wakadalika dunya, adduunyadu hadday kugu badato, ruuxa way halaagaysaa, way baabi'inaysaa, aakharay sii jinaysaa. Intay yartahay ayada rabbi xusuusataa, allahumma ij'al rizqa ala muxammadin quuta. Waxaan jeclay maalin inaan dayqadeeyo oo ilaahay u shukri, maalin aan baahdo oo ilaahay aan u sabro casha waqado saaca bisaaca.
waxaa kamid culimadu iyo munaasabadka ka dhaxeeya biyuhu way socdaan, asalkoodu waa qulqulaan, hadday bataan way dareeraan, hadday yaryihiin way qulqulaan, ma istaagaan. Wakadalika dunyaa laa tastaqiru calaa xaal, adduunyaduna sidoo kale weeyo meel kuma nagaato, adaa lagaa shubi, hebel baa lagu sii shubi, waa laga xawuli. Kii shalay milyandheerka maanta waa sabool dagaag caydh weeye, kii shalay caydhahana maanta waa maxay? Waa milyandheer. Ma fadhiisata sideeduba, saacaday kula joogto ka faa'iidayso, aakhara kayad ka dhigo, ilaahay ugu dhowow wax badan sadaqayso, diiwaanaha iyo kayadkii bakhaaraha aakhara buuxso, way iska tagahayaan. Biyuhuna waa sidoo kale, hadda marku roobku da-o, haddaadan gulshin iyo garba iyo meel u qodna ama dhiil u horsana iyo haan iyo howlo, biyuhu waa tageen, qaybna dhulkay gelayaan qaybna tagaba, meelkay sii maray 100 kilometer bay aadeen. Waxyaaba munaasabad badan baa ka dhexeeya. Munaasabada saddexaad ee ka dhexaysa waxaa weeye, biyuhu hadday meel ku nagaadaan oo in badan joogaa, way fasahadaan, way uraan, way qurmaan, way ajoobaan, sun bay isu bedelaan, dadka way dilaan, ma dheefiyaan waagadan, xoolahana waa laayaan. Wakadalika dunyaa, hadday shaqo kaa dhigato oy cabaar ku saaraato, biixdii kaa jabinaysa. Ayadad aamini innamaa warithtuha kaabiran can kaabirin baa laka cadoo beenaala ah, inaad ugu leedahay mootiini, inaad waari baad moodi, waad ku nafbixi sida goofanihi baad nuugi, kadib baad dilaaci dinaqac. Malakul mowt baana qoorta ku qaban. Munaasabad badan, ilaa 10 munaasabe ay sheegaan culamaa az-zuhdiyaad wasulukiyaad. Saddexdaas ayna ku filan baan filaya, saasuu rabbi iskugu xidhahaya, ku khaldamayna way baasha ayada. Waqaala tacaala rabbi wuxuu subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi oo kale, wadrib lahum nabi allow, gaaladan xaqa rabbigayda firtee diida ugu tusaale, tusaale ahaan u sii mathal xayaati dunyaa, adduunyada tilmaanteeda iyo xaqiiqadeeda waxay tahay, mathalka ama waa xaqiiqa ama waa sifa, intaba salafku waa sheegeen iyo ahlu tafsiir culays kuma hayso. Xaqiiqata dunyaa waa maxay? Kamaa'in, biyo kale ugu tusaale, biyaa u tusaale ah weeye. Anzalnaahu, aan soo dejinnay min assamaa, fakhtalata bihi bisabab almatari, taaqsin iyo doogaad iyo calaf iyo wax la quutuba ilaahay biyo kusoo saaraa. Nabaatu lardi, dhulka nagaadhkiisii iyo wixii biqlaya baxayay baa kusoo baxay. Fa asbaxa, wuxuu noqday nabaadkii iyo dhirtii iyo daaqsintii, hashiiman faciilka waraad soo martay, mahshuuman, mid la burburiyo oo la digayo oo la jajabshay. Tadruuha, ay qaadayso bitinayso, arriyaxu, dabaylu noqonaya. Marka hore qurux, meeshu quruxsana waa la daaqi, balow bay noqon, waxay noqonaysaa way burburi, habaas baaba kaci, marka dambe fidhaaba ka kici, cawsku wuu duugoobahayaaba, wixii quruxsan dhan baa isbedelaya. Waagi dambe cagta iyo raafka intii lagu qaaday iyada dhan jiidh baa laga dhigay dabashaa qaadaysa, cawska iyo wixii burbur oo dhanba. Idan adduunyana waa sidaa. Marka hore inta isku kaa bisho ood aaminto ood wax ismoodo, yaa habeen madow lagaa qaadi, ama way ku dhaafi amadaa lagu dhaafinba, wixii aad shaqaysatay baana kahor yaalla. Wa kaana allahu subxaanahu wa tacaala, ilaahayna wuxuu ahaaday ama yahay had iyo goorba calaa kulli shayin, shay kasta, muqtadir, ay qaadira, mid awooda inuu haddaba idinka shubo, idinku shubo, idinka sii qaado, rabbi waa awooda. Almaalu, hantidu, iyo walbanuuna, wiilashu, ziinatu lxayaati dunya, nolosha haddaada joogtana ifka ah, quruxdeeda bilicdeeda wey, wax kaloo ay qabtaan ma jiraan. Walbaaqiyaatu saalixaat, hadhaaga wanaagsan ee raandhiiska leh waa salaadaha shanta arkaanul islaamka, laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha wallahu akbar, walaa xawla, adkaarta, salawaatka, wax walbo khayra, baaqiyaatu saalixaat. Salafku nool meel buu ku dhuftay, laakiin gabagabadu shay kasta oo ilaahay aad ugu dhowaanayso waa meel baaqiyaatu saalixaat. Wa waxyaabaha hadha ee raandhiiska leh in adduunyadu kale ahayn, adduunyadu waa hoos galabeed wey, waa dhaad dabagaale, waa wedwed, waxbaad moodi kadibna waa kaa dhaqaaqahaya, laba gelin. Walbaaqiyaatu saalixaat, waxyaabaha hadhahaye raandhiiska leh weliba wanaagsan ayaa khayrun, khayr badan, cinda rabbika, rabbiga agtiisa, thawaaban, xagga thawaabka, min addunyaa, addunyaa kuwaasaa ka khayr badan. Wa khayrun, wanaagsan, amal, xagga rajada, ruuxu muslim rajeeyana oo qalbiga geliyo isku halleeyana, baaqiyaatu saalixaat ka wanaagsan adduunyu. Adduunyu way ku khatali maayo, waxay ku tari ma jirto, waa laga shaqaystaa, oo aakhara wax laga dhigtaa, la iskuma halleeyo.
وقال تعالى رب حرس سبحانه وتعالى اعلم وقاد انما الحياه الدنيا الدنيا سوكي الدنيا نولشيد وحاوي اللعب عيار ويدل ليل يله يولهون بردودن وي لعب كي له وي كلا دوين لعب هو وحي عرض عياران عرض ما انت دم بيردي او عيار او وحطور وحفيجن يقول دالبي سو دادانيا لكن له هو كدوان يهيو وعيار معصيه اي كجرتو هيست ايو روايضها ايو فيلم مضى ايو عيارها اللي بردون ميلا اسلاي ايو كون الله اسبيرو سو ميدار واللهو دم بكل هاي هاي عيار دم بكل ملان هاي ايا لهو قال لي هذا اسل كيس مرك اللعب يلهو ولا كلا شيغو من نوع عيار مدح بنانو عرطي يددك محصتا سمية لهو ونددك وين ان يرضى سميو وعيار يديل يا باشال وكم ملان هاي حمان يكون ملان تاي انت بدنا كم مرني ساسا ادويه بسلاسل الله سبحانه وتعالى انما الحياه الدنيا الدنيا nolashoodu inay tahay ogaada la yiri lacibun dheel iyo walahwun bardoodan ama baashaal iyo wasinatun quruux iyo bilic yar way wa tafaakhurun faan way baynakum dhaxdeena ana ka xulo badan ana ka guru dheer ana ka la dareysan ana kana ana kana ana ka murqawayn hawlo badan waa intaan wala isku siraan wax kale meesha yaala ma jiro iyo wa takaathurun fil amwaali wal awlaad ya kalabtsi takaathur wa tanaafus in lagu faantamo maalka iyo ubadka أنا كحول بدن أنا كعور بدن إلى يحولك مثل غيث روبا إلى توت هاي روبا إلى لمت هاي الدنيا ذو أعجب الكفار قال ذو ياب قلي أما يبغين نبات نبات كي يحكر ذا شيء كفار قال ذا هلود ذا وذا ذا مزارعين تا ليد هذا يزرع على ليد هذا كفار كفار محلوق محلوي المسلمين تو كفر حن الدنيا تو كفر حن لكن انت بدن قال كسو الدنيا اسكو هليه اوغونا فرحو روح مسلم كا اوغما فرحو ايغا لو هل قبسد مركا واخا كلو ميش كو ايان بان جيرني اذا وروب داي او وخي نغاره اما دوغا اما دلي كسو بخي قال كو كفرحي ثم يهيج مركاسو انغغيا او قلايا او بدايا فتراو حال اركيسا مصفرنا اسوغو جالا لانكي لانتي عقار كايد يا علينتي عقار كايد اي ايشو رونيد او دربا دايلوقدي اما دردي ميدبكيدي اسبدلاي عصوص يلاتي قرحو اكاتي غلبيت بد اركيسا او جالا نوقتي ثم يكون انت كدبو ان غغ هياد كدب عقتا لو دحي وا لو يستاغ مخ نوقنيا بربر ثم يكون حطاما بربر بو نوقنيا شي لي بربر شي او وحو انفعي جيري الا او مرونو علف من نوقدو لما قوتو دنيا وح ما ترو دد وح كما قبصدان الدنيا وا سدا سو كلي الى يحرو وفي الاخره عذاب شديد اخر عذاب درن با جيره ومغفره من الله دم داف حق ربي غي با جيره ورضوان رال نقش الهي ددكو دورتو كلا نقن با جيره وانا اي عذاب واس اجيالان وما الحياه الدنيا نولش سو كما اهانن يا افكن جوقتان الا متاع الغرور بديعو يا بلع لو كتسومه وبديعي بلع لو كتسومه ومتاع متاع وحياه ما تدكو اي نفط قصة صبان معاها لين الدنيا ذا ووح لو كتسومه عوس جيريات وي هذا وحمود لكن وكضقها هيا وقال تعالى ربي وحول زين للناس تدكو حلو قرحيي ويتعليهن لنا وناقصا حب الشهوات نفط وحي تعيشها هي حب الشهوات كل ما تشتهي الأنفس بشهوات كالليل هذا شهوات كعيل كوضة أي نفط اللو قرحي ومن النساء دمر كان لتعالي هاي والبين ولشا لتعالي هاي والقناطير حولها بضن بان لتعالي هاي القناطير وحولها بضن بقناطير تلسكي المقنطرة لأرور شيء حولها لأرور أكون لقب شيء حير الاسكوك جاي أمال لأرور شيء لتعالي هاي ولوف مؤلفة قناطير مقنطرة أي جموع مجمعة وايسكم معنون ومن الذهب الذهبة يا والفضة وحنسيل فرق هذا ثاني مارت اللي يراه مارت ويرق فضة اللي يراه يا والخيل المسومة يا فرد الله سنت أمل على مدي أما بقر دع الله حلو لقرحي طب هذا معنا بقول وش يا جاي ولا نعم حوالها صدح لما يصير الله يجي لي أري أنت ولا تعلي يعني وحكمتيهن حب الشهوات
shabaadka la jecel yahay kamid yihiin, wal xarfi dalagiya beertii baa la jecelay si uu jecel yihiin. Daalika waxaa la soo sheegay beerihii wixii ka soo baxayay, xoolihii noolaa ee la dhaqanayay, fardihii lagu duulayay ama lagu xaragoonayay, dahab iyo fidadii lacagta ahaa, xoolo badan oo la ururiyay, wiil fara badan, dumar quruxsan oo fara badan, kulli daalika dhammaantii mataacu lxayaati dunyaa. Ifka raaxadiisa weeyaan waa ifka raaxadii, waxay ilku doogsato maalmo ay ku waxa weeyaan ay wax moodo ay ku daganta wey. Wallaahu cindahu xusnul ma'aab, ilaahay baana agtiisa waxaa taalla oo ilaahay agtiisa waxaa yaalla meel wanaagsan oo loo noqdo, noqosho wanaagsan alla agtii bay taallaa, meel laysku hadlayo la muto oo wanaagsan alla agtii bay taallaa. Middaani wax laysku hadlaya mee waa wax lagu dagmo, cawsgeeriyaad weeye. Cawsgeeriyaad ma taqaanaan? Cawsgeeriyaad waa cadka burka ama cawska quruxsan ee meesha dakhalka ka baxa, dakhal meel webi ahoo dakhalo iyo xaasku muraajinayo, helana aan ahayn meeluu neef wax ka dan ahayn baa lo'du ama neefka geela wuxuu ku arkaya laan ka foororta oo quruxsan ama sac u arkaya caws fiican, qabsuu dhihi lac lugta ufakan haye, cawskana ma gaarin saad uba u dhacaya xas baa kala tuuraya. Hashay lac leedahay dalow dakhal bay ka fakanaysaa, shalaqowti bay ka dhici, biixiday ka jabi, waa la weydiisan hayaa. Cawsgeeriyaad wey dadku dilaa quruxda saad uleeda qabo 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 adaa ku tagahaya. Adduunyada waa sidaa, laac gaadh saad u leedahay waa un lagaa sii qaadi markaad ugu runta, haddii kale aafa kalaba kugu dhici, laiskuma hadlayo waxaan. Ama alla agti waxaad dhigato waad isku hadlayn xusnul ma'aab, xusnul marjic walma'aal, aayatiin wanaagsan iyo noqosho wanaagsan iyo waxaad isku hadlayso wanaagsan alla agti wixii aad dhigatay weeye. وقال تعالى رب وحوري يا أيها الناس ضدوا إن وعد الله حق إلهي يبوه سي بلن كيس أو بلن قاد إن أدن أن قون إيسان أسقود مضان إيسان أو لدن حساب أو لدن صبح إن يقيامه حق ربوي لا بد إنه يما دوي وعد الله أوام حي البعث والنشور قيامة أوام حي قيامة وحوم وإقامة القيامة نصب الموازين البعث والنشور الحساب وشيء حقه إن وعد الله حق ربوي فلا تغرنكم الحياة الدنيا نولشن أدنيسن إذن كذنن ييسن إذن ضغن ودغنتين ولا يغرنكم بالله إله يسو إذن كدغن أما إذن كدوف سنن الغرور الشيطان كدغر تبطنا غرور فعول واتقاننا واشيق مبالغة كجرتا وانين دغر بدن كار تبطن حيلت بدن من عدو كوعشن مركز وحان جرين كو ديبي هل كاسي كدو فلين نفتا كاقبحي أصلا وكو قص لها إياه وحثا ورفا أنت كو قص لها أنتو كو الضغو كو آفي بدعو كو ديبي قال لي كو ديبي هل كو دفلا لو كو دوبو كليه عاملة الناسبة أن تقول مركة تصلى نارا حامية عيادا بالله. الدنيا إسا إذا اندقين الشيطان كان رقر طبدا يوسى إذا اندقين إلهي كعب صدا. وقال تعالى ألهاكم التكاثر وحايد المشغول ألهاكم أي أشغالكم وحايد المشغولي إذن هوليي وطاعد إلهي يشتكي سيدنا كم مشغولي التكاثر حول بطي برتا لقبرة ما الدنيا وحبطي حتى زرتم إلى أطبوقتين المقابر قبورت أطبوقتين وانت نور انتا ستر ستان انك ريه بلا انتا سان هاي شام بقول ويل بان نقا عيد انتا لابا بقول ويلو بان نقا دي قدر تضاب بقول بان هاي مع القبور تبع الحساب يا دكتور انت اخر هذا بالحساب حساب يقول يا سيدي كوف السيره لكن تفسير اللو بدن هي حتى زرتم المقابر وام الى اي جرد ان قبطي صاد كان اولى الدنيا بطسو موت كبا اذا قبن قبرت الذين جني يا حتى زرتم اي حتى ادرككم الموت وانتم على تلك الحال اذا كنت سيدا او وحبطت كترتمي وهبل بهبل كحول بدن وسنك انت يا هنقل كتاغ وايمانك اذا كتغي umbaabuco laydinku dhufan qubuurta laydin geed waxaad ku tartamaysaan aw ahaad wixii yaraa aad shaqaysateed aakhara geysateen baad u baxsan. Kallaa ilaahay xudhun maya saad moodeen ma aha mashquulka aad ku mashquulsheen waxbadsi iyo tartan adduunyana idan anfici maayo sawfa taclamuun walleed dib baad ka ogaan doontaan waxa idan anfacahaya iyo xaaladda xumeed ku sugnaayeen sawfa taclamuuna cinda nazci bay salafku ku fasireen markay naftu kaa baxayso yaad ogaanaysaa adduunyadii aad ku hawlaysay waxa ay ku dheefisay
cilab xumada caaqiba xumadaada il xumadaada xilligaas ogaanaysa lama hayo in walba kanabtu ka baxayso wuxuu arkaya meesha u dambeynaysa nafto markay baxayso warkaad waa cad yahay adoo in ka dareerin malaa'ikta soo fariisan baba arkiba nina malaa'ikatu raxma soo fariisan oo cadcad oo quruxsan oo maryo quruxsan wadata oo carfaysa barafuun iyo cadar saa loogu jabiyey malakumoodow nafta soo saaro nugu soo wareejibay way sugayaan ayaga malakumood xilkiisu waa maxay naftu inuu jidhka ka siiba keliya jidhka iyo ruuxun buu kala siibaaba isagu qolofku xagga u dhigi naftu ka bixi waxaa la wareegi malaa'ig kale malaa'ikatu alcadaab oo dhulka salkiisa kula aada ama malaa'ikatu raxma oo sama cirka kula aada cinda nasci baa la kala bixi waxaanad ku mashquulshantihi adduunyada iyo tartanka xumaantiisi iyo eel xumadiisa waxaad ogaan doontaan sawfa taclamuuna cinda nasci alruux min aljasad ilaahi wuxuu uhi uma kala maye haddana maya wey waa towkiid bacda towkiid sawfa taclamuuna xaqiiqada waxaad ogaan doontaan qabriga markaad gashaan sawfa taclamuuna xaqiiqata addunya ومآل التكاثر وحال اوغان دونتان ايه عند دخول القبر قبر ما كاد قشو ان جوجل لوغو دغو داقت سنه لوغو فرو يا ان لوغو سوافو جهنم يا قيق دي هم رهيدي مركا سوور كو عدان دونا وي مد من نوحي ونقط عند الموت من نوا محي وعند الدفن في القبور كلا اله وحور مايا سد مودين ما لو تعلمون هداد اوغان لهيدين علم اليقين علم الطبع الوان لهيدين لما ألهاكم التكاثر لو دان جوابت دو يقونتا يحلوقوا للعلم به ورام الله صلى الله عليه ألهاكم التكاثر هذا إيمان رب ليدهين أما حقيقة جت أكتهين الدنيا إذن قيمة سنتهاي آخر ميزان إذن سارنتهاي إذا ما مشغول سين وما إذا كو هولنتين الدنيا ترتن كذا يبرتن كذا لما ألهاكم التكاثر وي وقال تعالى إلى وحي لوكله وما هذه الحياة الدنيا نورشنا جوكتاني ماها إلا له للليل يا عيار إلا له عفوا باشال ماء يا ولعب عيار وحنك أهي وإن الدار الآخرة دار التضمب وآخرة اللي هي أيضا النور الآلي أيضا النور الشيعة اللي هي الحيوان أي اللي هي دار الحيوان دارت نولش أن الحياة الحقيقية آخر يتلاوي أما الدنيا دو واسك دارانتيت عيار لقد دالي أم حقيقة يلي يدعو كلاوي أود أيضي تدبرت أنتو ليد كأي ما تصواشو هلو لي كين إسيا وانك علاهاي والرفاد مركو روح في عمباد موسي كدبنا واد إيدي واد على عالي عور نبا طاهي فيلشي مرقوه نبا خوقاي الدنيا دو واسك سيدابا يدو سيدابا أما نولش أبتل لقلنا ستو آخر يجرتا لو كانوا يعلمون هذي أغان لهايين وحال الله أكتيسا يا دنيو حمان تيضا ولا آيات في الباب باب الزهد آيات كوي من زهد ديقا كوي من كثيرة مشهورة ويبضان توي آد بي عام تهاي لكن انت سوش أنك قابسون إن بضان ببشيخ الشيخي رحمة الله تعالى عليه وأما الحديث أحاديث باب كوتي من فأكثر ويكبضان تهاي من أن تحصر إن لصوكو بأحاديثه أيضا لما بأوذك آيات وحلق الشيخ كراي أحاديثه وعركوه هذي آذو بانتون لكوبي كرين فننبه وحنو براروشينينا بطرف منها دعال إيا قيب كمذا أحاديث تزود وكسابسا على ما سواه انتي كلان كو براروشينينا قيبا كو شيء وكتوسي كرت وحكا مقان وحان كو فرفيقي وحيارو وحوين كو قراتو دور حديث بان كو شيء أود كو أغاتو مولك كدن بي أحاديث فربضين عركواقا ساسو إمام كو جيدا حديث ما كوي من شيء أوه الرياء آخر لغو ويدي في مسند أحمد بسند جيد شيء أوه الرياء روح مسلم كألا ويدي وأصحة والأمن نعمة أوه رسل لغو ويدين إله حورا يا من ميانا كون نعمين وكيدتك وفقر سنة إله نعمة ساسا مبا أرقى قحر يا رفاد يا شد يا شد بان قصب باب آية ولقي فرط إذا ملي فيني إله حورا يا ميانا عافمات قسينين ها الله وادي سيسي miyada si nabada dhowr beri ku soo toosin ha nicmada abaalkeeda awo anagu xoolo badan iyo xisaabaan raadinayna caafimaad baa kuwada fadhida waa kinaha wada taagaysaan soo nicmo weyn maa fadhiga yarka qolyaa malaayiin ku iibsan lahaada fadhidaanu helaynin
niman baa godad ku jira oo goorma gurus misil kugu fariisanaya meeshu mara nin baa gardeemina ka baqahaya in goox lagu kala gooyo oo nabad haysanin gabadhii maxay tidhi Soomaaliyeed xirar rageed waa maxay xirar rageed guri rageed waa maxay waa nabad hadii ninka ragga xagee seexdaa meel nabad ka jirto haddii kale suunka ugu taagan yahay soorka oo la taagan yahay ku nafbaxaya in jirna ku galeysa idan as-sihatu wal-amn alam nusahi laka jismaka wa nurwika min al-ma'i al-barid ba ilahi urniya miyaan caafimaad ganka iyo jirka lagu gelinin biyo qabowna aadan ka dhargin maxaa dhibka ka maqan muxuu yahay as-sihatu wal-amn aad iskaga ilaaliya wax weyn oo idan ka maqan ma jiro idinka iswaalahaya baashaan lagu hanqaarmin dadka ahlu adduunyadana markaad xerta tahay lalama sheekaysto lalama saaxiiba ha u tegina qoliyaha suuqleyda ee xisaabaha kale roga ee shaqaysta markaad ugu xirowto wax baranayso salaan ha u dhaafin hebelow seelaya khayr haye khayr ban isku warsan iyo salaamo ka carar adoo kitaabka quraanka iska aaminsan oo tafsiirkada iska wato xadiga iska akhrisanayo iska degan maalinna koobka shaah la maalinna waay un baan nin kula eeg la sheekaysan oo xogow shilma ka rogaayo sanadkan waxaan fidi kula $100,000 weligaana ma maqalba kaba un baad ka carari kitaabka toori suuq un baad fannaa ku dhihi iyanka baba laga qaadi marka dambe walidaalika nabigu waxa lagu yiri la tamudanna aynayka ila ma ta'na bihim idhan wa zahrat alhayatin linaftinahum fihi sidaaduba indhaha looma taago lama saaxiibo lama gacalsado nin aan kugu ayni ahayn xagga adduunyada hadda korso waxaan leeyahay laba xaalo ninka ka hooseeya la fiiriya laba xaalana ninka sareeya la fiiriya cilmiga iyo cibaadada waxaa la eegaa oo lagu daydo oo lala tartamo ninka ka sareeya caafimaadka iyo calafka adduunyada waxaa la eegaa ninka ka hooseeya inta yarti caafimaadku haysid nimaan haysanin cidgalkaad cid galaysi mid baan haysanin waxba hanqaltaagin laba qaabkaasoo loo kala qaybiya وعن عمرو بن عوف الأنصاري الأنصاري واحتراز عن عمرو بن عوف المزني صحابي اسو كمغا او اسكو ابانيه بان اسكو حق نسبه مغعنا وا وداغان ابانا وا وداغان لكن وا لبا نينو كلا لبا كلا قبيله عمرو بن عوف المزني بسحابي قال لي هذا صحابي قال هو عمرو بن عوف الأنصاري البدري ونم بدري هل حديث بر كتب السته كلها هيبه أن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بعث وحود دري أبا عبيدة ابن الجراح عامر بن نبي قد دري صحابي قاس وطبنك جنة اللي يقول بشارين صحابي كم يدوي صحابي قاس النبي قد دري حقا قد دري إلى البحرين بحرين بقد دري بحرين وماشي هذا أي كتا الله لكن قدر يا بحرين يكون يا لما بحرين اسلو رنجري هذا لك لقيبي يالله اسلو رنجري sanadkii 9aad buu nabigu diray caamal wufud sanadkii loo yaqaanay sanadkii intay gaala jabtay nabigu meelba qabtay carab warkii soo farax ka soo farxashay oo u gudbay inuu u gudbo qolihii kale ee majuus iyo nasariyo u gudbo ayay ahayd bahreena markaa waxa ka talinayay majuus baa deganayd in yaro in nasara aqlab ka dadku nool waxay ahaayeen majuus bay ahaayeen jizyadan dadka laga qaadayna waa dad majuus u badnaaway dab caabud bay u badnaay wax yaraan nasara ku jirta nabigu saxaabiga Aba Ubaydu diray ila al-Bahrayn buu diray yaati ayliyatiya bi jizyatiha suu keeno u soo urursho jizyadoodii lagu xukumeen nabiga ay ku wada heshiiyey riwaayo markuu ka tagay baa jirtay oo gooyay nabii ikhtisaar u gooyo ku cadeyn lahayd wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam salaha ahla al-Khaybar afwan salaha ahla al-Bahrayn sulhi nabigu saxaabadu ay dul fariisteen bay dhanaabeel ugu soo duulin aan hi wada hadallo waxaan ogolle xoolo inaan bixino nabadna aan heshiis bixino oo aan halkanaga iska joogo idinkuna qolyaha kale ku duushaan xoolahaasay ogolaadeen sanadkii 9aad ee hijrada wa amara calayhim al-ala ibn al-hadrami saxaabiga sunnaga amiir oo ka dhigay oo yidhi halka ka tali
كان صور خراج كي يجزي جدا بخاري بألفظ قال إسكاله مسنوا وريا طيب إذن سيدا سوي فقدم وحو الله سوق لسنة كوبات هجرة وحو كينا سنة سقالات بمال بولي من أبي عبيدة من البحرين بكليمت مال كاجنو هابا الله شيغي سديت بقول او كن او درهم يفدس كو جيرتا فدي ذهب سكو جيرتا سديت بقول او كن او ذهب يفدس كو جيرتو كيره مال ال علوس بكره فسمعت الانصار انصار با مقشي محي مقلين بقدوم ابي عبيده ابي عبيده انه سو قال او مدينه البحرين كيمد افن ابوحو اور اي او ولا دمر هانتي فوافوا فوافوا صلاة الفجر صلاة الفجر بيمادين من الموافاة وهو اللقاء والإتيان وافيت فلانا بعده إذا لقيته وأتيته طيب فوافوا صلاة الفجر صلاة الفجر بيمادين مع رسول الله بيلست كذين وسوت كذين مع سألوا له أصل وحي أهيد حافظ والبمسايد باكويا لي قوم والبمر كمسجد كحافظوا ذكوا الله يكون جماعة أنا كنت كذان جمعة أم بين النبي مساجد كيس سقوم إن جل مسلمين تمالك جمعة وحين النبي قوله حافظوا قوله مساجد كان النبي كنت كنجري لكن حافظها فوق فوق نقول بمسجد كيس كنت كنجري ومشى كوي الله مركون النبي قوس كوي يرو أما دولان أنكذا الأساسية أما الأنكهاية أما النبي يقول إمادة أما حال ثوكره نبي مسجد كيسو صوب حسام الشري صلاة فجرنا وحال سوقا ان ضجر كنت كذا المسجد كان النبي محمد عليه الصلاه والسلام محي نول بحافظي ضد كيف حافظوا كنت كنا مساجد دود اذا فلما صلى رسول الله مر كنت كذا انصرف صلاه ابو كبحي فتعرضوا له نبي ابن بحينه واسلسين انصار ايوه ربضان ايش النبي كلها الليل مروا حاجة الروح موقت موقال قال كبري والستوسي حقت كلو وري دم كفنات كي استاي يارق ويا وري سنين واو وان كرباي مرنا أفقه والله بيعرف الله بحسومة صدرت مال وعده إنين كود كذا أركم عيده لو مسر الجوك سدو طيب فتعرضوا له النبي أبا بحينه وسبا دجينه واستوسين يتشوجان وساد سوت كذين حكتنا هيان حولها ماشي لنا كور قام النبي أبا قين مقال كودي هيل كودي سوت سري سوت كذي فتبسم رسول الله رسول كلام أبو مصري يقول الله هلين يسيد مسجد كوسو بحشين صلاة الفجر يونبي قد دريمي حين رآهم مركو أنصار أركي أسوب بحس مسجدك ثم قال سبحانه وحوري أظنكم محان في لها يوم ذي ملين هيا سمعت من البقشين أن أبا عبيدة صحابي قيمها بنا قدم إنه لي مثل صوق علي بشيء أي بمال مبلوج هذا مال يهنتي من البحر من بحرين حولك كير بعد ما قشين ما ينبغي الله أسس وتكون مية قنا زحاب رنت كل شيء جاي أنا قوس مال ما قلت ما لا دربت ما يوان قصو سلام أي وحب وصعنا إذا كدي من هوش سكودي بوداي بحاول وقصو سلام كنت على سك شيء جا إمام بوعيدي حلي أنا وحنا قانا روح بن آدم وصم بينك بتبادي كريم شيخ بالليلي حرضوا سيسة حنايا وسريرتي التقي يا روح كو إيمان يا مركز كونا شو وات شفتوا وان كنتوا سمايا وما صحني ولي أديكوا أصيغ حرمين يا إسلا يصنعن يصنع دب واركين يا حديه ما صحنن هذا محل ماذا هذا سيج له أيوة والله أنا أذكرت من تطلع ما يسطي سيح ضيبة يا لو صوب تلفون قاعد يعي عود كذو دريم الروح أنا تسيحتي شو وده وات سيحتي ما يوان سوتش هذاي هذا إزجرنا إني بادي وانسويش هذا ولي مصيحة لي إسكي إلى لي وابين هذا صبير ما وابين وانسيح لك واكم مغلام بات إسكده مركا يزروح عارين أما كنت بسن بابين لوشين مرة بنا إني قلنا إني بدار سبق بيكو كشا أنصاري وركض وعدي فقالوا واحد نعم أجلنا بالله ها وام قال لي أبو عبيد وركيزة صلاة النور ساك واحد وحج وحاجة حج مع الحاجة غير يا كونفريت قل يا ابقال سوكر الميزان ابقال وحيد عن حج مع الحاجه وسو حجين يا حقوق باش وسوق قدن هيا هولي سو عضيسان حولي امركا حج مع الحاجه واصح قران كاشيغي
وليس عليكم جناح هي أن تبتغوا فضلا من ربكم. سورة البقرة آخرية مرحول في عون ويقوليها أبقى رقم في عون وسماذا كيف في عين بيليين إمارة إسلامية كدن بيساء قوضة وضيق قوضة مسؤول كإمام بيل هذان إذنك سلطان إيه بقر إيه قراد إيه إسم إيه عقاس باتقانن أبقى المحية غانا إمام هذا لكن خربا يطاقن كيف كسو التمانية أنا يا مرمى وظل لنا. فقالوا وحيدا هذين أجل نبي الله أجل نبي الله ها عندنا علماء نعم يا أجل لا بيروي وحاول لا بضل وجود جوابه نركو هذا الخوي هاي إيجاب والنفي وسمش وكجرين لكن نعم سؤال اللي جا جواب يكون في عنطه صلاة ما تكتي من نعم باكون في عن مس أجل نعم باكون في عن بعده سؤال قوي دي كجواب دي هذا وحكوا ناقصن نعم إنك جواب حاجة عربية ده لكن مركو هذا اللي هي وحكوا ناقصن عادية أجل أنصار النبي السؤال بو ويدي وحكسو قال النبي وحو ويدينين بقول اسكو اوغي هاي باوش وحكسو قالين أجل بيكون جوابين نبي الله ودنا رقتاي سؤال مالها ويهوش ساسي أجل استعمال بعلوه قر كلين أجل بيد النبي الله وها يا رسول الله رسولك لو وركاس ما قال لي ساسان اسو تكني وصلاه هي مع الحاجه صبح مع الحاجه وي. فقال سبحانه وحول ابشر بشاريس نبي وحول حواس دبنا نبي ودي علسكم هي سادي ابشروا خير خير في الشر بشاريس واملوا رجيا ما يسركم وحيد فرح قليه نيدنا خير الشيقه فوالله الله انكو دارتين ما الفقر اخشى عليكم فقر اذن كما بقى الله انكو دارتين نبي محمد وحول عليه الصلاه والسلام فقر يا صبر لا اذن كبقي ما ان دينك كبحضان إن أدقى له ذا فقر إنه الدين كإذا ويداريو بالمرتان إذا الدنيا إذا كبقى يا حوله يا غنو يا أفضل أن إذا كبقى يا نعم هذا وأبي مسلمين تا وويل كمسلمين تا ويل دمانا يا أما سيسو عدرا وحلوية قانا عروتي سنو حقوق الدنيا إيه هبل انت الله سي بل هبل يسقاجو دمان انت الله وحي نبي حور المايا أنو والد انت وكد وانا هاي أنو قاتين أدقى له ذا نعم دبي دين قيستو كما بقى هاي ما هاي كبقى يا إن الدنيا أتكون كبرتان تي بضطو أي الدنيا دعا فيسو ولكن أنا سيشاء أخشى وحان كبقي أن تبسط الدنيا الدنيا إن لفت شو الله إذن بضي عليكم دشينا كما بسطت في اللوف في على من كان قبلكم تذكين كوري هي بني إسرائيل يهودي النصارى الدنيا لقوسي دايي لوفت شيء مركزي كو هلاك سمين فتنافسوها أي فتتنافسوها مركزي كبرتمين كترتمين عفوا فتنافسوا أكثر تنتان إذن أكثر تماهية كما تنافسوها سيء أكثر تمي إن الدنيا اللي كسي دايو أكثر تنتان أكثر شان سيء يهودي النصارى سكوا بابئيين بانك بقهايا فتهلككم إذا هلاكته كما أهلكتهم سيء أهلاكتي الدنيا لبديي أو لدين فيدي أو لدي كسي دايي كدي من لغتر تمو لغو علوه لسكو دولو لغو هلاك السمو أي إذا كبقى هياي قاتيو فقري الصوالم وحياران إن أدق قالوا ذا دين وقبح لنا بك ما بقى هياي والحديث كي مسلم عبد الله بن عم نعاس بكو عدي معناه كوفة سري نبي ويحول عليه الدنيا الله يدين فرو الدونة مرك الدنيا الله يدين فرو تتنافس ثم تتنافس وتكتر تميسا هبل ينكاح ولا بدني ينكاح واحد بدني وهذا سوق خيال اللي بك كتيرة كان عصت صمر واحد حيال أي قاعد يصلي هذا أي قاعد يسدله كايد يشرقول بيسكو بابيان قال يسكو أدق سدان سحر بي إبر اسكا قد جي مكان بميش وفردية اللو تغي إبر من يدي قارس العقب بي كده ركتي سحر بي لسل تاغي سمارين ميش اسلي فردية ورك يدكم ما هيسان وداد أنه قضاء ورك ده هيل هاي آفا ميش كتاغ الدنيا شعي والس فورعين مسكين مالس كفر الدكان يربا كر سوون جوما لو تي كغو صدح باب لو قوت بل ور عرت واف حقوق انا يا انت يا بغاش كيس ميرو دقا قما يقان الهو كان يقا قبو كو اسنا ونها استاغ دي كبا كسو بودي غاس با كو دحي سنكر با سو بودي ودنها لو دفن ميل لغاي دختت وا غاد هندي كو عر جرمل وريغيسو هدانو مسكين ما كد بركه عين سيد يتر ويدي الله لا عندك تر مايا دلسون حريستا لسكو غاي الدنيا دو غبني مي ربطا
baashan goono idinka baahan tahay, turid baa idinka baahan tahay, naxariis baa laidinka rabaa, danqasho ducafada masaakiinta yaan laisku tiiganin. Meesha waa shaqaysanhaya bese ma ahawshu. Nabigu wuxuu yihi tatanaafasuun, adduunyaad ku baratamaysaan, uma tataxaasaduun, adduunya marka lagu tartamo maxaa iman, waa isxasdaysaan. anigu 110 baan sanadkan faahibal muxuu faahid 125 wayga dukaankiisa wuxuu haystaa meel fiican oo faras magaalo iyo hawl iswado fiican, isagaaba laga hoos guurahayaaba miskiinkii dukaankiisa isagaaba la fowricinba, islaanta baa lagu diri, kii meesha looj kala baa lagu diri, waa la kicinhaya, waa xasad. Xasad wey, macaamil fiican buu leeyahay, macaamiisha waa laga shugaansanba. Kaalay anaa ku haya mid ka fiican, wixiisa feeg waa jinis wey, maxaan ku hayaa Germany baan ku hayaa Turkish. waa waa maxay waa xasad. tatanaafasuun thumma ايش tataxaasaduun, nabigu wuxuu yidhi thumma tatadaabaruun, marka la isxasta maxaa al iman, in dhabarka la isu jeediyo. thumma tatabaaqaduun, kadib waa isu caroonaysa, waa isnacaysaan. muslimiin isnacaynaya maxaa meesha yaalla, islaan ma jiro lakal tag. attanaafus thumma attaxaasud thumma tadaabur thumma التباغض أفرطح علي الدنيا اللي قطرت ميك ينتهى ووحي إذا هيسته إذن بابئيي وقال فقراء الله إذن إزحالي وهوش إذن شغل لبدا كوب الشهى إيلا فارق اللي سر عيني وأسجع علي إذن أخي يا أختي وأصلها إذن هذا هو محي وركي النواه وقد أكتن كلي إلهي باشا نقسم تبحي متفقون عليه. idan adduunyada la iska yareeyo oo qalbiga aysan ku weynaanin, aakharana la shinsado, saacad walbana geeri iyo wad meeshan lasoo dhigto lagu fikiro, hada huwa zuhd. ama adduunya lagu tartamo, laysku xasdo, laysu dhabar jeediyo, laysu naco, waa dhaqan gaalo weyna ina halaagaysaa. wacan abi saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu qaal jalasa rasuulullah, rasuulka ilahi baa fadhiistay cala minbari, minbarku ku fadhiistay madiina masjidkeedii, wa jalasnaa xawlahu, nabiga agaarkiisaanu fadhiisanay, hareerisaanu fadhiisanay. ruuxu markuu mimbarka saaray ama hadlahayo, sunnada waxaa weeye nin walba meeshuu fadhiyo inuu ka soo jeesto uu soo qaabilo. saa intii loo fadhiistay qabla dhowri mahaye, waa toqo laabi kadibna ruux hadla yaad fiirinaysa. hadihi sunna saasaa la doonaya. wa jalasnaa xawla, nabigu agagaarkiisi ama xawal mimbari baanu fadhiisanay, hareeraha iyo dhinacyada mimbarka. faqaala subanu, wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, maalinka ayada inna mima akhaafu calaykum, waxyaabaha idinka cabsanayo waxaa ka mida, min bacdi aniga gadaasha markaan xijaabto, maa yuftaxu calaykum, waxaa laydin furi doono, min zahrati dunya, adduunya bilicdeed ah, iyo wasinata quruxdeeda ah, xoolahan adduunyada, magac, mansab, xoolo, maal, waxaasan idinka baqahayaa. sayidina cumar markii loo keenay intii reekisra ay jabeen qolyihii majuusta dabcaabud ahaa, dabcaabudka intii lagu duulay saxaabadu aad baa ugu leecdeen, ay meel saareen sacd bin waqaas ciidankiisii iyo khaalid iyo nimanka shurxabiil ibn xasane iyo raggii ragga ahay ghanaimta la keenay, masjidkii nebi maxamed ba waxaa laga soo buuxshay dahab iyo fido, ghanaimtii faygii khumusul khumuskii baa meel la qiyo la waayey. salaad fajar buu soo aaday, markaasu halkaas wuxuu arkay karuurka yaalla marya intii la samxuu, wuxuu leeyahy waa ghanaimtii iyo khumusul khumuskii reekisra iyo reefurus maruu ka faydo, waxa dahab yaalla, waxa fido taalla, masaajidku dhan baa buuxa, in yaroo lagaga tukaday baa ka soo hadhay. markaasuu ilmay wuu ooyey, xale sayidina cumar waa sidee suraqa weydii anasi maxaa la ooyey, yowmu nasrin wa cizin weeye, maalin macatabiya jabti weeye, maxamedi rabbi quweeyey, maalin la farxo la baytamo weeye, maalin la damaasho la dabaaldego weeye, maalin la baroorto la ooyemay, waa ku siday sayidii xuurusad mudeen maaha, baashaan buu qoyskii soo gasho ee fitna gashuur waagan baahnayn, in xabada rootiga kala goosanaynay ayaa noo dhaanta dahabkan iyo fidada, waana arki doontaan buuri. adduunya haday timaado fitna iyo balaayana sug ay noqotaa, hadii isagoo nool bay yaa lagu kaa dhaqaaqay oo wax badan oo isbedelay oo burbur badan yimid. waxaan idinka baqayaa, maa yuftaxu calaykum, waxaa dushiina la furahayo, min zahrati dunya, adduunya ubaxeeda ah, bilicdeeda ah, iyo wasinataha quruxdeeda ah. muttafaqun calayh, aafadu waa intaase, faqri ma aha. idan faqrigu
inta badan lagama baqo aanana oomaha inaad ku aafoodo diin kaga baxdo. Kalla in al-insana la yatgha arrahu istaghna walaw basata allahu li'ibadi rizqa la baghaw fil ard wa firs gaajada isku dhuujiyo diinka laga bixi quraanka ma sheegin sunaduna ma sheegin laakin baashan hadii la fato la siidaayo wax yarba xirada ku soo harahaya wax yarba xirada ku soo hari minna ogow maslaxadada rabbi ku abuuray baa ka yaqaan adiga maslaxadada dantaada allah ku abuuray baa ka yaqaan ilaahu sida dantayda ugu maamul dhe markaa ducaysanayso hadii sidii habartii hadda ka hor wadaadka Soomaaliya u timaad jiray sheekhu rasmo surbaan dhowr goor ku dhacay ii soo ducee inaan ku baaso doorkan wuxuu yidhi hadday maslaxa kuu tahay allah kuu sakhiro laba goor bay igu ducebeed haduu joojo hawshaasi laba goor bay igu duce inaan baaso ku ducee waxaa la yidhi saaday u tagtayba baf gaadhi baa maray caruurti gaala kala qaadatay luu kala tag maslaxadayda haddaad kari weyd waxaad tiradaa marka haddaad xoogu baasha jeceshahay waxaad tiradaa ilaahayow xataa shayga aan rabaad isaas dan iigu jirin dan ii geli maslaxa ii geli dheh yamxu llahu maa yashaau wayuhbit ilaahay wax bedeli kare haddaada ka hadhayna baasha waxaad tiraa ilaahu kama hadhi kare khayr ii geli sayidina cumar xadiidkiisii ilaahu wuxuu yidhi haddii aad igu qortay saciid kitaabkaada igu qortay hadda waa khayr oo igu sii xajaalka iga tirin ilaahayow meesha habaabiinni waxaad ku qortay haddaad shaqi ii qortayna ilaahu intaad tirto saciidun igu qor wax walba agtaad u yaallaaye sidan cumar bay ka sugan tahay marka waxay dheheen waa ruux ilaahay aad u jecel aadna u cabsanaya warkii weey ee laakiin qalin wax ku dhacay lana bedelayo laakiin dawaawinta kala duwano qayb wax laga tiraa jira hadda kor baa idinkala hadlay waxba kusii mashquuli maayo almuhim adduunya ha la iska ilaaliyo wa canhu can abi saciid radiallahu tacaala can anna rasuul llah sallallahu alayhi wasallam qaala nabigu wuxuu yidhi ina addunya adduunyadu xulwatu dhadhan bay leedahay xulwatu waa macaan tahay sankaada la raaci carabkaaga la raaci xugu carab dhaqaa ku jira baashu baal saalan ma aha xulwatu mid macaan way khadiratu ishana u roon khadiratun ila ku doogsato cagaaran shayga macaan xaggana cagaaran aad baa loo jecel yahay midabka cagaarku wax walba waa ka qurxsan yahay shayga macaanna dhadhan oo dhan waa qaatay inga zubariyan sonkor la iska ilaalinay ina dunya xulwatu waa macaan tahay khadiratu waana cagaaran tahay bimacnaa dhadhankeedu wax walba waa la jecel yahay wey nooloho dhan baa waxaa macaan jecel khadiratun ishana u wanaagsan tahay isha waa cagaaro waa shay macaan oo cagaaran wa ina allaha subxaanahu watacala nabi wuxuu ujeedaa adduunya nafti baa jecel waa lagu wada naban yahay naflayo dhan baa daba ordi wa ina allaha subxaanahu watacaala ilaahayna mustakhlifukum fiiha ilaahayna wuu idinku eegayaa adduunyada wey khaliif buu idinkaga dhigi wuu idinku sii dayn qaabkaad u maamushaan buu fiirin kusisimayaal baa laydinka dhigi imaamka markuu tukanayo hadduu hawl ku soo korodha ninkuu u dhiibto ee igu siisan salaada u ilaa mustakhlaf wey mustakhlaf imaamkuna waa mustakhlif khalaa'ifa fi lardi la iska dhigahaya bimacnaa waa lagu sii dayn gadhow lagu daay gafuur dhaaf wey wataasi adduunya wax ka keena layda odhanaya fayanduru rabbi wuxuu fiirinaya kayfa tacmalu waxaad samaysaan kayfa saad u dhaqantaan ma ilaah baad u dhowaanaysaan adduunya ma kaalmaysanaysaan oo aakharad u kaalmaysanaysaan mise waad ku kibraysaan fataqu dunya adduunya iska ilaaliya iska dhowra iska jira weeye fataqu dunya adduunya iska jira weeye wataqu nisaa dumarna iska jira dumarka tarbiyeeya diinta ku toosiya yaysa ida fitnayn yaan lagu fitnoobin rawahu muslim baa wariyey xasan albasri baa la yidhi yaa su'aal la weydiiyey markaasuu ka jawaabay ardayga wuxuu yidhi yaa aba saciid ina alfuqahaa yukhaalifuunak fuqahadu masalada qaabkaad uga jawaabtay qaab aan ahayn bay uga jawaaban waa kugu khilaafeen buu yidhi ardayga buu ku xanaqay wuxuu yidhi wahal ra'ayta bicaynayka faqiihan way xag ma faqiih baad ku aragtay meesha adduunka maanta jooga
مثل خطبات خوارتي ودادو علماء اسمودها هي انما الفقيه فقيه وحوي الزاهد في الدنيا البصير في دينه حور فقيه ما ارقه بينها شيء انا اقول فقيميه كوى سيس فقام معها فقيه وحالي لا لا والزاهد في الدنيا البصير في دينه المداوم على عبادة ربه نكاس فقيه ليه فقيه معها ان من هاتش الله أبو بصدية أفرت الربع كتبت هو أحكام بامبرت أبدا في قوة معي وأزهد في الدنيا البصر في الدين بصيرة أركتوا على الليضة هاي أفوك الله سعود وحا سنة وحا حن صمالي ماشي قوري سمي له قورا ولو قي دستام سوا ميل وبابا هاي وانا كلا فهمي هي الرع كل بطن كل لوب بداي هاي وسياسين تكو عيارا سيدو كبدو كل بطن أطوران وقبيل كو عيارو وقويس كو عيارو أون مبدأ لهين يعني والزاهد في الدنيا البصير في دينه المداوم على عبادة ربه أنت إن كاسة فقيه لي هذا ما هؤلاء فقه هذا المديس مركا فاتقوا الدنيا الدنيا اسكت شراء واسكا إلاشا واتقوا النساء وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إله نور المجرت حقيقية عيش حقيقية اللهم لا عيش عيش نور طبعا مجرته إلا عيش الآخرة الدنيا دوام ونفق الصبيد نور الماء الدنيا وحده نفق الصبيد وي عرضها وحل قصة الصباح بنبلسي بعدين قلت قانا زومها نفط نفط القصة الصباح حما نلاش نفط آخر يجرته اللهم لا عيش نور طبعا لو مجرته إلا عيش الآخرة نلاش آخر موين هذا مرة إذا دات الدنيا دي لو كتسموه رواه متفق عليه الكوال اسكوا فقي وعن الرسول عن أنس رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ميت كمرق انت وحا راعي ثلاثه صدح بها الراعي حديثك وان صوم مري بابك كويتمنات بانك صوم مري عشر كلاباتنات عشر كلاباتنات درسي وودن حديثك وودن بينه وبان امالينه ديبو فيريا يتبع الميت ميتك وحا راعي ثلاثه صدح بها الراعي مرق انت صدح بها سقوتي اهله حقالتي سي ريركي سي حاسكي سي عرورتي سي وماله هندي سي بار راعي ولا كفني ولا حبال قدي وعمله عمل كي سحما اما السما بار راعي لبضبا فيرجع اثنان لبا صون نقن وسوغر ينقرون قبل كل قلينين ويبقى واحد هل من نواقوغا راهيا يرجع اهله ريركي ويسول لابا فراها لغا دغا دغا صعبا لسكوغا راعي هباس كادي عيد قادي شركة لسكة شافي روح أقول روم بحيو قدرت كدريري وحي ركها الدقيقة ذا أما الساعة ذا وما له أنت ويسول الله بن وحي مركا لقاك من حوالي ويسول الله بن هيا نحل بلودي الجروب علماء دبل الرادين ويبقى عمله عمل كادي بكو وراي وحصون الله معي نبي وحوله معنو وامح الدنيا سوق ويسون نقطة الدنيا سوق نقطة معاكو راعي آخره وح آخر أما تكون نرجل لهيد أما تكون شنو جلد بكون راعي أدنى بس إذا أصبح وتكون حب سيمني كتكت ويبقى عمله لا عمل كنصوب به متفق عليه وعنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى وحال لا إيمان يا ولكين يا بأنعم أهل الدنيا عفوا بأنعم أهل الدنيا الدنيا انك او راح بدنا او نعمه بدنا اي او لدنا اي او دادنا باخر لكن ومن اهل النار اهل النار وحق اهل النار قال انك قال ما انت او قيمه بدنا اي الدنيا سومر او دقال بدنا حق الدنيا او وناغسنا واهل النار انا يا اخر لكن يوم القيامه مالك قيامه فيصبغ حالتين بن في النار عذابك صبغه هل مر بل مخرسينيه سانت لو قبطه يا همر جهنم لك اللي ما كاسه لقى صوب بحين سؤال بلا ويدين يا مرك ثم يقال وحال قورا يا ابن ادم الى ادنو هل رايت ما رايت خيرا وناك قط ولقى مكسومري ولقى انت نولين فرت ما موصت وح نعمه الدنيا مرب يرمى لفتي وح نعمه كسومر ثم حسوستها هل مر بك مكسومري نعيم النعم قط ولقى خير ما أركتي وراك ما أركتي
نعمة ما أرقتي. فيقول لا والله يا رب وأرها يا بوليب إلهه الله أنك قد أرتي الله ما أرق بولي ولقي خير ما أرق إن أدونك شوقي نعمة ما أرق وأنك أدوني أقول نعمة بدنا أقول هنتب بدنا أقول عافية ما بدنا معي يا معي المنسي هالك مرة جهنم تقل السيء إلى جس بوتي وحلبوها المامية بس يحس واتر تنطي وحوس تمتشره أفو كلا قاضي هيا بلاي ما كده على موقت حمد شراني بلاي هذا يتماد واحد حسن لماركو لا والله يا رب ما يورنا إله وما أرق وح النعماء وح خيرا ما أرق ويؤتى وحال لكيني سدوك لي بأشد الناس ضدك متك أقود الرأي أقعدك بؤسا حق الدبات هذا بؤسا حق بلاي العاف ما ضره عذره حنون فقري قاتشو معلول سحرير يسلع الدنيا كي أقدرها بن آدم بالك ينيا ومن أهل الجنة أهل الجنة ده مسلمين تدرك إسلام كشيكتا إم مسلمين تجنة قلي دونا نينك أقود باهي بدنا أقود رفات بدنا سلع سورة مسيح سحرير الدنيا أيا لك ينيا أهل الجنة فيصبغ أصنو حالة تنبين صبغة هل مربع لتنبين يا في الجنة لقلنيا مركز الله صبحين فيقال له حلوران يا ابن آدم إن آدنو لو آدم بعد عليه هل رأيت بؤسا قط ولقى نب أدونك مقارك هل رأيت ما ركت قط ولقى بؤسا نباتو رفاض مصومرتي هل مر بك مقصومر شدة نب مقصومر قط ولقى فيقول لا والله أصنوها المامي نعم ذا يرتوح بها المنس جنة دهوشة ما جنة دهوشة دوح لغشي كنكر ما لا ما يا والله الله وضعن كورارتين ما أرق إلى هو عذر داري معي روح ميك سوا تقيبه نعمة وحده إله بي مين مريق واتر ترمى بقى فمات بقى كورعي يعني وحلا ميزامك مكون نعمة أنا أركو وحدي بها وضعن حنا قنا يا أكتيسة إنه صدق بقى هاي قال كي ممكن نارت اللي قال يروح صوم مري النعمة يروح يسوب بدل إيزا ولي جيب إنه صنف سنين بموده هي iska dayo nimo kala sheegay ilaahay narta naga badbaadiyo jannaha nasi isaga gacantisa ay ku jirtaa ma mar rabbi ima somarin boonay adoonka muslimka buusun dhibaato buusun baahi ima somarin dib ima somarin qad waliga wala raaytu ma arag shiddatan rafaadna ma arag qad waliga rawahu muslim wa al mustawrid ibn shaddad radiyallahu ta'ala al quraish al fihri qala sahabiga wa huwa qadar sallallahu alayhi wasallam mad dunya ad dunyadu ma aha حديث ترى بقول في الدنيا آخر إن فأنت وحيك ليين ما الدنيا الدنيا ما في الآخرة آخرة ما كلا بربر دق أمر الله في ريو إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع نبي حول الدنيا آخرة ما كلا يسكو في ريو أو ما أها تصال وحن كأهين إلا مثل ما شيء تساله موين ما يجعل أحدكم متكين انتو يا لما اصبعوا فرتيسا في اليم بدأوا قليو بيو قلقلها يوبي بط فرت قلي مع قاسو الراعي احيار وقيانا دبيع ذاس ايه بدأ وين مكال صفري حقا يسكو كال سوچوغان او احبايا بيا ماشا فرت حكم ايالو اخر ايه الدنيا وحيسويهين فر بدل قليي وحي قاسو الراعي سكو دي وحا الدنيا دي نبي الله آدم أبور كيسي إلى قيام الساعة وحي مال إيه هنتي النعمة الدنيا ورنا وحي لم يدين بدها واوي نفرت سالو قليي قيانك قاصر الدنيا دي بقى انت كيلا بضع أنا هي آخر يا جنة سوى دو ما الدنيا الدنيا دو ماها في الآخرة أي بالنسبة إلى الآخرة آخر ما كلا برور رجع من الله يقول إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه إنه متكين فرتيس قليي الموين في اليم بيو بط فينظر ها في ريو متكين ها ايغو بما يرجع فرط وحي لصو الله بنيسو فرط مرنا والا تذكيريا واللبا لغد اغا مرنا والا ددقيا ما نثبا لغد اغا دبا ملا رواه مسلم مسلم بحديث كوري يعني الدنيا مرك قيمة دو واسي داسي يعني لسكو بابعين قبل ما هلغو نولا دو إلهي سبحانه وتعالى لغا عبسو دو آخرنا هلو طالة ديكتو دتك أهل الدنيا دا أنا هبن بون ولغا إسكا إلالي ويسلوا كلتك هيا مالما ما كما طاوس من كيسان اليماني انك تابعي قيمها بدنا يا ويل كبير سن او اول عليه السلام عبد الملك ايا طاووس ومال فريو حر واخرنا يسود الاستاغي وحو اركي جرين مكلا اركو ان لو بودو
wiilki boqorka la yidhaahdo wadaaduhu weysaduu ka jabto xirtu soo kala yaacaan buu arki jiray taas xadiidkiibu iska wato maba fiirininba xagguu ka istaagay xagguu ka istaagay maba eegin ba xataa wiilku xanaaqsan baa iska tegay aabihiiba midhaa ku soo dacweynaya xerta baa daawuso maxaa kugu dhacay ibna amiir almu'miniin wey ninkan madaxweynaha wiilkiisi wey waa ku sidee xataa ma salaan iska daayay madan fiirinin wuxuu yidhi aradtu an yaclama ana lilaahi cibaadan yazhaduuna fima bayna yadayh wiilka inaan cashir baan siinhayay buu darsi lama halmaamaan ah baan siinayay waxaan barayay buu yidhi inay adduunka joogana addoommo aan dan ka lahayn asagii aabbihii waxay gacanta ku hayaan idab baan barahayay idinkuna cabad kuhaysaan aamusuu yidhi idab buu yeelan doonaay yaxay qolyahaan hasku yes boosta joojiya cilmiga xurmeeya wax iska dhiga wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.